تناولت معظم الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس موضوع الحملة الانتخابية في يومها الثاني. بالبنط العريض عنونت يومية الشعب: الرئيس تبون لا أحد يغير الدستور من أجل عهدة ثالثة، معتبراً الدستور وثيقة مقدسة وأنه لا يمكن لأي كان تغييره قصد الترشح لعهدة ثالثة. في نفس السياق جاء عنوان جريدة النهار: لا يمكن لأي كان المساس بالدستور للخلود في الحكم، مع تأكيد الرئيس على عهده في بناء جزائر جديدة، وهو ما صرح به في حوار لجريدة لوبينيون الفرنسية. يومية البلاد هي الأخرى افتتحت صدر صفحتها الأولى بعنوان: الحراك أنهى كوميديا العهدة وفرض التغيير، كما وصفت الجريدة أول يوم من الحملة الاستفتائية بالهادئ مع عودة أحزاب الموالاة إلى الواجهة. أما عن الصحيفة الناطقة باللغة الفرنسية المجاهد فافتتحت ب: الدستور رهان الديمقراطية، وهو ما صرح به رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، مؤكداً عن وضع جميع الإجراءات القانونية لتأطير الحملة الاستفتائية. جاءت يومية الإكسبريسيون بتصريح رئيس الجمهورية عن أن مشروع تعديل الدستور يعتبر وثيقة مقدسة تحدد عدد العهدات للترشح في كل من الرئاسة والبرلمان. الحملة الاستفتائية تنطلق في ظروف جيدة، هكذا تحدثت يومية المساء عن أول يوم للحملة، مفصلة في مقالها عن مشاركة عدد من الأحزاب السياسية في جو ميزه الاستقرار والهدوء.